السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل لاعب المنتخب الوطني الجزائري الجديد جوان حاجم بعد استدعائه من طرف الكوتش جمال بالماضي للقائمة النهائية لتربص مارس الحالي. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن نشر لاعب المنتخب الوطني الجزائري جوان حاجم رسالة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عبر فيها عن افتخاره باللعب للمنتخب الوطني الجزائري. وقال حاجم في هذا الخصوص: لقد اخترت بفخر شديد أن أمثل بلدي الأصلي الجزائر. وأضاف لاعب نادي نانتي الفرنسي: ما زلت أود أن أشكر فرق الشباب الفرنسية التي تطورت فيها وطاقم العمل وكذلك زملائي على هذه التجربة. واختتم لاعب المنتخب الوطني الجزائري جوان حاجم كلامه: أنا الآن جاهز وأتشوق لبدء هذه المغامرة الجديدة تحت ألوان الخضر. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص هذا اللاعب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.